قلب جبال الأطلس الكبير بجماعة أمزميز هناك يتم بناء قرية خارجة عن المألوف واللي تعطاها اسم دوار شمسي هو فضاء تصمم باش يوفر مأوى جديد للأطفال ليصبحوا أيتام من بعد الزلزال اللي ضرب منطقة الحوز في شتنبر 2023 دوار شمسي تصمم بطريقه ايكولوجيه وكيحترم معايير مكافحه الزلزال وكيوفر انشطه تعليميه وثقافيه وفنيه ورياضيه زياده على هذا الشيء كنوفروا الدعم الاجتماعي والنفسي ل 144 يتيم الهدف ديالنا الاسمى ديال الجمعيه هو انه تكون واحد الطاقه شابه في المستقبل يكون عندهم دي بروجي ديالهم يكون عندهم مشاريع ديالهم اللي يخدموا عليهم هذا الفضاء الدافئ اللي تم بناؤه في وقت قياسي جدا بمبادرة من الجمعية المغربية لحماية الأطفال في وضعية هشة غادي يمكن هاد الأطفال من العيش في ظروف مزيانة تماما بحال الوسط الأسري بحيث أنهم غادي يكبروا وهما محاطين بالعطف والحنان مشروع الدور ديالو هو هو يخرج لنا الاطفال من ديك الازمه اللي كانوا كيعيشوها في الزنزال ودوك الاوضاع اللي عاشو كاين التيساج كاين الديسان وكاين ديال اه ليجو بالنسبه منها تلس من ومنها دوار شمسي للمساحه ديالو جوج ديال الهكتار كيتوفر على مرافق ضروريه باش يلبي حاجيات هاد النزلاء من مكان الاطعام والاقامه والترفيه وملاعب رياضيه بالاضافه لقاعات دراسيه ومكتبه ومستوصف وكذلك المركز الاستماع وفضاءات كتوفر المبيت لافراد الاسر الايتام وحتى الاولياء امور ديالهم